ولا قبل الأخبار ناخد من الإمارات زميلنا العزيز محمد مطاوع من جانب معسكر نادي الزمالك. محمد مشرف ومنور، سعيد جدا بتواجدك معايا. حبيبي يا كريم، انت اللي مشرف ومنور، ومساء الخير عليك وعلى كل متابعينك في مصر وكل الدول. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ احكي لي الوضع كله زي بالنسبه الفل الحمد لله. لمعسكر نادي الزمالك حتى هذه اللحظه. تمام. طيب نبدا بس نقول يا كريم، يعني ان الاشقاء هنا في الامارات يعني ما فيش اي تقصير من جانبهم، زي ما بيقولوا والله ما قصروا، عاملين كل حاجه كالعاده كل حاجه وكل دعم يعني في المعسكرين. يعني انا بالمناسبه رحت النهارده الظهر، كنت عند معسكر الاهلي، شفت كميه التجهيزات والامور برضو اللي شغاله مع النادي الاهلي. فيعني الناس هنا عاملين ترتيباته باذن الله يخرج السوبر يوم الجمعه في ابهى صوره، يعني مستنيين بس اداء لعيبه الزمالك والاهلي على ارض الملعب. بالنسبه لمعسكر الزمالك، طبعا انت عارف ان الزمالك امبارح وصل متاخر شويه بسبب تاخر اقلاع الطياره بتاعته، وخنفريرا اصر على التدريب الساعه 7 امبارح وعمل تدريب خفيف. النهارده كان التمران الثاني في نفس الملعب، ملعب في مدينه العين اسمه ملعب تحنون بن محمد او الجطاره زي ما بيسموه. التمرين قعد من 7 الا ربع تقريبا لحد 8، 8 وربع ساعه ونص تقريبا. وكان شاهد التدريب النهارده لاول مره وجود الثنائي عمر جابر وعمرو السيسي اللي ما سافروش مع الزمالك امبارح بسبب وجود بعض المشاكل الخاصه بيهم في ورق التجنيد وكده والتاشيره بتاعتهم. فوصلوا النهارده في طياره كانت وصلت الامارات او العين تحديدا الساعه ابو ظبي الساعه 4 ونص، وجم يعني على ميعاد التدريب على طول، وكان اول تدريب ليهم، ويمكن لحقوا اخر نص ساعه في تدريب الزمالك. هايل جدا. طيب ايه هو بقى التشكيل المتوقع لهذه المواجهه على ضوء التدريبات اللي عملها الزمالك، وعلى ضوء طبعا قربك من معسكر نادي الزمالك؟ طيب هو تشكيل متوقع بحكم يعني اللي شايفينه وبحكم يعني سياسه فيريرا المستمره، التشكيل مش هيخرج عن محمد عواد في حراسه المرمى، حمزه المسلوسي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد هيكونوا موجودين طبعا في ظل غياب محمود الونش. بنسبه كبيره هيبدا سيد عبد الله نيمار على حساب عمر جابر بسبب ان عمر ما لحقش حتى تدريب النهارده غير جزء بسيط منه، ومش هيقدر يتمرن غير بكره، وده بالنسبه لفيريرا ما بيبقاش امر مقبول او يعني طبيعي بالنسبه له ان لعيب يتمرن تمرينه واحده في الاخر يشارك في المباريات. فبنسبه كبيره هيكون سيد عبد الله نيمار، والناحيه الثانيه هيبقى احمد فتوح، نص الملعب هيبقى اشرف رؤى، زكريا الوردي، وامام عاشور. وبرده كان في يعني كان عمرو السيسي مرشح بقوه انه يبدا، لكن حته غيابه هو الاخر دي ابعدته عن الحسابات انه يبدا بشكل اساسي، وهيبقى قدام احمد مصطفى زيزو وسيف الجزيري. عظيم، مفيش اي مفاجآت يعني؟ لا مفيش مفاجآت. يمكن حتى فيريرا النهارده يمكن نقوله برده للناس، يعني فاهم، اتكلم مع اللعيبه، اتكلم انه قال لهم ان الموسم الماضي انتهى بحلو ومر، وحتى اللعيبه كانت مندهشه بكلمه بمر ديت، خاصه ان هم فايزين بالدوري والكاس والامور بالنسبه لهم في افضل صوره. قال لهم الحلو بالنسبه لنا ان احنا خدنا الدوري والكاس، المر ان احنا كان يعني زي في خيبه او في ان احنا ما قدرناش نحصد بطوله افريقيا اللي هي هدف من اهدافنا السنه دي. احنا بنبدا موسم جديد السوبر، فعايزين يبقى فيه صورة أفضل نقدمها للجمهور اللي هيكون موجود في الاستاد والجمهور اللي بيشجع الزمالك في كل مكان، ونبدأ ببطولة قوية على حساب نادي كبير زي النادي الأهلي. الزميل العزيز محمد مطوع من الإمارات، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة وكل هذه المعلومات من معسكر نادي الزمالك.